هو بص، المسلسل ده متاخد عن رواية للأستاذ أحمد الشيخ الله يرحمه، وأنا كنت بحب أحمد الشيخ من الستينات. يعني هو كان كاتب قصة قصيرة من الستينات أثر فيه، يعني قريت بعض قصصه وأثرت فيه لغاية لما قريت الناس في كفر عسكر وهزتني بالفعل. يعني ليه هزتني؟ لأن لقيت فيها سكة، ودي مشكلة طول الوقت موجودة عندي. يعني لقيت فيها سكة للتقديم العمل. يعني هذه السكة هي مش مذكورة في الرواية أصلا، اللي هو الصراع العربي الإسرائيلي، هذا ليس موجودا في القصة كويس، لكن أنا لقيت فيها حاجة، هذه السكة ممكن أشتغل عليها. فبدأت أشتغل على هذه السكة، إن الحكاية يعني زي ما يكون إيه في الرواية صراع بين أسرتين على الأرض، فناس ظالمين وناس مظلومين. انا حولتها لانها صراع على الارض بين قوتين. بفهم ان المتفرج بيفهم جيدا انه صراع عربي اسرائيلي حول ارض فلسطين، يعني من غير ما نجيب سيره لا اسرائيل ولا فلسطين ولا اي حاجه من هذا النوع. يعني اجمل حاجه في كفر عسكر الحقيقه ان انت مش بتاخدي الحدوته، لو صراع الخير والشر وعيلتين بيتخانقوا مع بعض، لا، ما وراء الحدوته. وده حاجه مميزه جدا، ان انت عندك تعدد في مستويات السرد. عندنا الحدوته العاديه اللي احنا شايفينها، الصراع العيلتين، عيله عايزه تستولى على عيله تانية، عيله عريقه ومتأصله زي ما بنقول اصحاب الارض، وعيله اخرى تاتي لتسيطر رغم ان هم ناس ممكن تقولي مهمشين او من الهامش. ده بيحيلك، لان طبعا ما اقدرش اتجاهل وقت كتابه الروايه كان بعد 67، نكسة 67، فده بيوحيلك تماما اللي حصل في فلسطين. يعني شئنا أم أبينا هتتخيلي، أو فكرة الوطن، أي أرض هي بتاعتك بتروح لمين أو مين اللي ممكن يسيطر عليها، اللي هي القضية الأزلية اللي احنا بنتكلم فيها بقالنا عمر. وده من جمال الرواية اللي عملها أحمد الشيخ. وطبعا لما يكون في سيناريست بحرفية بشير الديك وراجل محسوب على القومية العربية بشكل كبير جدا، فهو كان مدرك للنواحي دي في النص. عارفة لما مخرج وممثلة فجأة تبقى روحهم واحدة؟ يعني أنا حصلت لي ما بين اتنين مخرجين، حصل لي ده مع عاطف الطيب، وحصل لي ده مع نادر جلال، هو والأستاذ بشير الديك. احنا كنا روح واحدة، يعني احنا ثلاث أشخاص في روح واحدة. يعني مثلا اعمل مشهد في الناس في كفر عسكر، فلاقي الاستاذ بشير الديك عمره ما ساب البلاتون، الاقي الاستاذ نادر جلال نازل من العربيه بيعيط زيي، وهو والاستاذ بشير، واقول لهم ايه الاخبار، يقولوا لي ايه انت بهدلتينا. اللي هو كانت روح حلوه قوي، ما كنتش عاوزه المسلسل يخلص. وعايزه اقول لك حاجة، إحساس، شوفي شو طلعت عاملة إزاي، وإحساسي إن اللي جوايا أكتر من اللي طالع. عملت حاجة غريبة برضو ما اتعملتش كثيرا، يعني ما اعتقدش اتعمل خالص قبل كده. المسلسل كله فلاش باك، وفي اتنين فويس أوفر، في اتنين بيعلقوا على الأحداث، شو، ودي من ناحية اللي هم تمثل إسرائيل، القرية اللي تمثل إسرائيل بتاعت فطوم، وصالح اللي بيمثل العربي. يعني فبقى باتنين بيحكوا بيعلقوا على الاحداث كل من وجهة نظره، يعني الحدث نفسه بيتشاف من وجهة نظر العيلة دي او من وجهة نظر الكيان ده، وبيتشاف من وجهة نظر الكيان الاخر. وبالتالي كان في تركيب شوية، كان مسلسل فيه درجة عالية من التركيب، وكان فيه خوف ان الناس ما تستوعبش ده او ما تفاعلش معاه. وكان المدهش ان الناس تجاوبت مع المسلسل جدا جدا جدا. في مشهد من ذكرياتي لي، مشهد كان لقائي بابني، وانا ما خلفتش، انا مش متجوزه اساسا يعني. فنادهت الاستاذ بشير ونادهت الاستاذ نادر، قلت لهم اعمل ده ازاي؟ فقالوا لي تعملي ده ازاي؟ قلت لهم ما انا مش عارفه ادخل السكه
ادخله ازاي، امثله ازاي، انا ما عنديش، ما حسيتش باحساس امومه، ما حسيت. فانا بسالهم صحابي فاستاذ بشير، قلت له استاذ بشير ادخله ازاي؟ قال لي بصراحه احنا مش عارف. استاذ نادر، قال لي مش عارف. قلت له طب انا ممكن اطلب منك طلب يا استاذ نادر؟ قال لي اتفضلي. من ناس البرنسات بقى، شوفي الجمال بتاع المخرج. قلت له يعني زبط حضرتك كاميراتك واعمل بروفات زي ما انت عايز، بس وانس في التسجيل انا مش عارف، انا اللي هيطلع مني مش هعرف اعيده تاني. انا في مشاهد المسهر سين وفي مشاهد ما بعرفش اعيدها، اللي بيطلع ما بعرفش اعيده، ما بعرفش. فقال لي اوكي. شخصية فطوم اللي قدمتها النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز دي من الشخصيات اللي اقدر اقول كده هي قفلت الشخصية، لان يعني من شطارة الممثل ونجاحه ان انت ما تتخيليش حد في مكانه الا يعني الا هو بس، يعني هتقولي كده مين يعمل فطوم؟ لا، هي دلال. فخلاص هي هنا ابدعت ان هي تقدم الشخصية دي، وكمان بتوجيهات مخرج بنص مكتوب بحرفية عالية. بديت الحد الحكي من الفنالة في أول مشهد، هو مشهد آخر مشهد في المسلسل 30 حلقة، اللي بيحكي فيه صالح لما بقى كبير قوي لابنه الصغير على حكاية الأرض وحكايتنا إيه وبتاع. وهو أول مشهد أنا فاكر في المسلسل بيقول إيه، صوت يعني من برا الكادر بيقول عمر ما شفته بيضحك زي اليوم ده. المشهد بتاع قتل فطوم، وده ما كانش مكتوب في السيناريو، وانا اللي طلبته من الاستاذ بشير الديك، والاستاذ بشير الديك قال للاستاذ نادر جلال تقعد انت وحنان ومدام دلال واكتبوه، شوفوا انتوا عايزين تعملوا ازاي. فالاستاذ نادر جلال شوفي الرقي في التعامل، فقال لي ايه انت عايزه ايه؟ قلت له انا كلامي بقى قليل قوي، لان انا هقتل امي، هقتل امي اللي مربياني، وهقتل بس وبقتل لانها شخصيه شوق فيها شخصيه مركبه، فيها فطوم وفيها الحنيه وفيها الام وفيها الزوجه وفيها الحب وفيها كوكتيل كده.